المسيرة الشعبية اليوم هي مسيرة وحدوية دعت لها الجمعية المغربية لحماية المدعم تحت شعار أوقف الفساد والرشوة ونهب المدعم. هي مناسبة لنقول كفى من الفساد والرشوة ونهب المدعم، كفى من الإفلات من العقاب، لا بد من رفع المسؤولية بالمحاسبة، لا بد من تخليق الحياة العامة، لا بد من محاسبة المفسدين ونهب المدعم. لا يمكن للبلاد أن تتقدم والثروة في يد فئة قليلة والفقر والبطالة في واجهة أخرى. لا بد من إحالة تقارير رسمية عن القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم فساد.